لتسليط الضوء أكثر على ملف تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ينضم إلينا من إسطنبول كل من المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي والأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور مأمون أبو عامر. البداية معك دكتور محمود. بداية، صحة غزة أعلنت ارتكاب الاحتلال لثلاث مجازر خلفت عشرات الضحايا، كيف تفسرون استمرار القصف واستهداف المدنيين بالتحديد بعد 7 أشهر على الحرب المتواصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. واضح أستاذي الكريم أن هذا العدو الصهيوني بات يختبئ خلف اليد التي ترفع قرار الفيتو في مجلس الأمن، هذا القرار الذي لا يصدر أصلا من البيت الأبيض وإنما يصدر من مكتب نتنياهو، فهو الذي يسيطر على الفيتو الأمريكي، والفيتو الأمريكي بات فقط يستخدم لحماية الجرائم الصهيونية التي حقيقة أنها باتت يندى لها جبين ليس الإسلام أو العروبة بل كل البشرية وكل أحرار العالم. العدو الصهيوني لم يترك جريمة عرفها البشرية إلا ونفذها في قطاع غزة، مسح المدارس ومسح المستشفيات وقام بضرب كل مراكز الأمم المتحدة وتجريف الشوارع وحتى مقابر البشر لم تسلم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور مأمون أبو عامر، إليك سؤالي الآن. يعني برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن هناك مجموعة واسعة تتجه من شمال غزة نحو الجنوب، ما مآلات هذا الأمر في ظل استمرار الحصار الخانق؟ دكتور مأمون أبو عامر تفضل. السؤال مش واضح الجزء الأول. مرة ثانية أطرح عليك السؤال، يعني برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن هناك مجاعة واسعة تتجه من شمال غزة نحو جنوبها. السؤال هنا، ما مآلات هذا الأمر في ظل استمرار الحصار الخانق والمطبق على عموم قطاع غزة؟ تفضل. هو يعني كما تعودنا في هذا السلوك الإسرائيلي، هي عملية أداة ضغط تفاوضية على المقاومة الفلسطينية من أجل القبول بالشروط والاشتراطات الإسرائيلية. هذا الأداة الإسرائيلية طبعا هي تخالف منذ شهرين، وأن محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل التوقف وإعطاء تقرير، ثم الآن مضى شهرين ثانيين ولم تقدم إسرائيل أي خطوة في حل هذه المعضلة. والمشكلة أيضا أن الإدارة الأمريكية قالت أنه منذ أكثر من 3 أسابيع أن هناك اتفاق واسع مع إسرائيل على السماح بتدخل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بشكل كبير، وأنه سيكون في دخول 500 شاحنة يوميا. وهذا لكن عندما ننظر الأرقام نجد أن الأرقام لا تتجاوز أحيانا 200 شاحنة، وأحيانا تقفز إلى 250، وأحيانا يعني هي محصورة ما بين 150 محل تردد وبدون ثبات، وأحيانا جزء كبير منها في أمور هامشية وأمور يعني مثل نبيذ يعني مثل المياه. وهذه بإمكان يعني مثلا يكون 10 شاحنات 20 شاحنة مياه، هذا غير لازمة. ممكن تكون هناك لو شاحنة وقود ممكن تغطي بدل 20 شاحنة مياه تغطي 100 شاحنة مياه للمحطات الوقود، محطات التحلية ومحطات والآبار. لكن إسرائيل تسعى بكل وسيلة إلى تضييق الخناق، وإما حتى وهي تدخل بعض المواد، هي تدخل بعض المواد غير أساسية أحيانا على حساب الشغلة الأمور الأساسية، وتقلص بشكل كبير الحاجات الأساسية. يعني باستثناء يمكن في المرحلة الحالية بدأ يدخل الطحين بشكل أو آخر في معظم قطاع غزة، لكن هذا لا يكفي لأنه الآن المجاعة تأخذ أشكال أخرى، وهي قضية نقص الغذاء وتحول إلى حالة من فقر الدم، وحالة من يعني قد يكون بعض الحالات لا يعني تجاوزت مرحلة الجوع. يعني المجاعة ليست بالجوع التام، إنما هي بأن تكون هناك لا يظهر فيه الجوع لكن أمراض ناقصة عن عدم وجود مواد غذائية مثل الخضروات مثل اللحوم مثل البقوليات باقي المواد الأساسية الغذائية اللازمة فهي غير موجودة. وهذا طبعا يعني كلها سياسة إسرائيلية مبرمجة
تغطيها الإدارة نعم، الأمريكية أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور مأمون. سأعود إليك على أي حال بعد قليل من جديد. إليك دكتور شجراوي، يعني في ظل تفاقم الوضع الإنساني، ماذا عن مبادرة رصيف غزة التي أطلقها بايدن، وكيف تقيم المساعدات الجوية حتى الآن الأمريكية وغيرها؟ تفضل. أن هذه المجاعة لن يحلها المساعدات الجوية ولا حتى هذا الميناء الذي تزعم أمريكا أنه إنما أنشئ لأجل إيصال المساعدات. المساعدات يمكن إيصالها فقط بفتح المعابر وكف يد المصري الذي يحاصر قطاع غزة من خلال إغلاقه لمعبر رفح، ويمكن إيصالها من خلال المعابر الأخرى مع الاحتلال من إيرز حتى كرم أبو سالم. حل مشكلة المساعدات لابد أن يكون عبر المعابر البرية وليس عبر هذا الميناء البحري الذي قد يكون من أهم مآرب أمريكا السيطرة على غاز غزة وأيضا احتلال ساحل غزة. يعني وجود الأمريكان على ساحل غزة بشكل مستمر هذا يعني احتلال أراضي فلسطينية في قطاع غزة، إضافة إلى أن هنالك عملية أخرى، المصري قام بسحب الدولار من غزة عبر التأمينات والرشوات التي يأخذونها في مقابل تنسيق إخراج الجرحى وتنسيق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى السلطة الفلسطينية قامت بسحب كمية كبيرة جدا من الشيكل من داخل قطاع غزة عبر فتح بنك فلسطين لإيداع أموال النازحين، أمر نتج عنه أزمة سيولة مالية في قطاع غزة. فرغم أن المواد الغذائية أدخلت إلا أن المواطن الغزي البسيط لا يستطيع الآن شراء هذه المواد الغذائية من داخل الأسواق رغم توفرها. لكن الأسباب أيضا دكتور شجراوي تتعدى ذلك إلى زيادة العمولة التي يفرضها بعض تجار العملة في غزة، وبعض تجار الإتاوة أيضا الذين يقفون عند بعض الصرافات ويمنعون المواطنين من سحب ما يحتاجون إليه من مال كما يقول الكثير من الأهالي في قطاع غزة. على أي حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمود. من جديد إليك دكتور مأمون أبو عامر، يعني وكالة رويترز تقول إن وفدا من حركة حماس يزور القاهرة وسط توقعات بأن الحركة ستبعث برد كتابي على مقترح إسرائيلي. السؤال هنا، هل بات الطرفان قريبين من إبرام صفقة برأيك؟ بالنسبة للصفقة يعني هناك يعني يمكن حديث عن هناك جو إيجابي في الصفقة في بعض الجوانب، يعني تم الاستجابة بشكل أو آخر، يعني ليست إجابة كاملة لكن بشكل نسبي، يعني في استجابة للمطالب الأساسية، وهي المطلب الأساسي عودة النازحين إلى الشمال، وقف إطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية. هناك إشكالية في التعهد في وقف إطلاق النار، وهذه هي المشكلة، أحد المشاكل المعلقة التي تعيق موضوع تأخير التوصل إلى صفقة. هذه إسرائيل تناوب في هذا المجال فأنا لا تريد وقف اطلاق النار، الاداره الامريكيه تتعهد بانها ستلزم اسرائيل وقف اطلاق النار، وهذا طبعا يعني مما يعيق هذا التفاوض. احنا شاهدنا ان تصريح مسؤول سياسي في الحكومه الاسرائيليه قال انه بصفقه او غير صفقه جيش اسرائيل سيدخل رفح، مما اثار غضب واستياء ذوي الاسرى، وشاهدنا مظاهرات سياسيه ضخمه اليوم في مساء تل ابيب، هي من الاضخم التي نشاهدها. طبعا اليوم يوم السبت، وهي بالعاده تكون هناك مسيرات، لكن هذه المره كانت الاكبر والاكثر يعني جراه، وهذا طبعا مؤشر، هذا يعني في اجواء تحمل نتنياهو المسؤوليه، في حين كان قبل يومين كان الكل يحمل حركه حماس مسؤوليه فشل الصفقه ان وقع، باعتبار هناك تقدم ايجابي، ولكن تصريحات نتنياهو الاخيره اوقعته في مكره، واصبحت الكل السهام تتجه الى نتنياهو، وتحمل نتنياهو مسؤوليه ما يمكن ان يحدث في الصفقه. دكتور محمود، يعني هناك مصادر سياسيه اسرائيليه تؤكد ان تل ابيب ماضيه بالحرب على غزه، كما ان جيش الاحتلال سيجتاح رفح بحسب اذاعه جيش الاحتلال الصهيوني. سواء تمت الهدنة أم لم تتم، فإن اجتياح رفح مسألة محسومة من جانب الاحتلال كما يصرح.
في أي إطار يمكن قراءة ذلك دكتور محمود؟ تفضل. يعني أنا شخصيا لا أقرأ هذا إلا في إطار استمرار المجازر والعدوان، وأن هذا العدو الصهيوني يريد أن لا يبقي أي بقعة في قطاع غزة صالحة لحياة البشر، ليصل إلى أحد أهم أهدافه الاستراتيجية من هذه المعركة، وهي تهجير الغزيين خارج قطاع غزة. وواضح أن أهلنا في قطاع غزة قد أخذوا قرارهم بالصمود والثبات في أرضهم، وخصوصا أن 80% منهم هم من اللاجئون الذين قدموا من أرضنا المحتلة عام 48، وقد ذاقوا وبال النكبة في عام 48 ولن يسمحوا بتكرارها مرة أخرى. لكن هذا لا يعفي مجتمعنا العربي والإسلامي والمجتمع الدولي أيضا أن يقوم بواجبه في منع الاحتلال من مجرد التفكير بالإقدام على جريمة إنسانية بحجم مواجهة أو دخول رفح. رفح التي يقومها الآن قرابة 1,600,000 نازح غير مسلح، مدنيون بالكامل. هذا يعني أنها ستكون مجزرة العصر فيما لو فعلا دخل الاحتلال إلى مدينة رفح. أطرح عليك هذا السؤال الأخير دكتور محمود أيضا، يعني مع اتساع رقعة الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والأوروبية رغم القمع المتزايد، هل ستؤثر هذه التظاهرات على سياسات الدول الغربية الداعمة للاحتلال كألمانيا والولايات المتحدة مثلا؟ أخي، العدو الصهيوني قام بمسح مخيماتنا في قطاع غزة، فابتلاه الله عز وجل بأن الجامعات الأمريكية والأوروبية الآن امتلأت هي بالمخيمات، مخيمات الاعتصام لأجل تثبيت مخيماتنا في فلسطين، ولأجل تصدير الرواية الصحيحة وتصدير الرواية الحقة. هؤلاء الطلاب هم الذين قاموا بمظاهرات تأييدية لإسرائيل بعد 7 أكتوبر ظنا منهم أن إسرائيل ضحية. اليوم بعد 7 أشهر ونحن نقترب الآن من بداية الشهر الثامن، أن هؤلاء الطلاب بدأوا يفهموا الآن القضية الصحيحة، وسقطت الرواية الإسرائيلية سقوطا مدويا، وهذا الأمر نتج عنه إن شاء الله صحوة عالمية وربيع عالمي جديد يقوده طلاب الجامعات إن شاء الله. من اسطنبول كنت معنا عبر سكايب المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك ضيفي عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر، شكرا جزيلا لك.